التعاطي كنت إنسان، بعد التعاطي لا إنسان بس بلا وعي، إنسان بس ما أعرف شنو تصرفه، إنسان خسرت كل شيء، إنسان خلاص خسرت زوجتي، بس يعني ما أهتم بأي شيء، أنا فقط أقعد بغرفتي أجيب الكريستال وخلص، ما أهتم بكل شيء. أكثر من 50% من شباب العراق مدمنون. تصريح صادم صدر مؤخراً عن وزير الداخلية عثمان الغانمي، ما فتح الباب أمام تساؤلات كبيرة عن أسباب لجوء الشباب للمخدرات والإجراءات الحكومية لمكافحة الإدمان ومواجهة تجار المخدرات وأيضاً علاج المدمنين. قصتنا لهذا اليوم عن شباب وجدوا في الإدمان على المخدرات حلاً للهروب من هموم الحياة. المخدرات آفة تتصاعد بشكل مخيف في أعداد المدمنين والمعتقلين بتهمة المتاجرة بالمخدرات. بداية، من هو أحمد؟ أحمد إنسان بسيط، عائلة بسيطة، عمري 29 سنة، مهنتي فرن مع صمون، كون من عائلة 6 بنات و3 ولد، كنت ماشي حياتي بصورة طبيعية. شنو اللي صار؟ اللي صار مجرد خلاف بيني وبين والدي، ما يقارب كان الساعة 1 بالليل، صارت بيناتنا أنا كلام، فقال لي اطلع برا. لا ما طلعت برا، فما عندي شيء أروح له، يعني منطقة عن أقربائي بعيدة كانت وماكو سيارات، فاضطريت أتجه لصديقي قريب عليه، قلت له يمك كمل اليوم، فرحت دخلت هو يتعاطى كان. صديقك؟ صديقي. هذا صديقك كان مقرب ولا؟ لا لا لا. شلون جبالك؟ شلون فكرت بيه انت تروح يم هذا الصديق؟ يعني مثل ما تقول قريب على قبل منطقتي وهاي. وبيناتنا سلام، قعدت قهوة هاي، فرحت يمه فطلع هو يتعاطى، قال مثل الآن ما أصل هذا الشيء. ظل يعني شنو ضايج. فما يعني بيني وبين نفسي قلت بعد شنو كل شيء خربان، اهلي تخلوا عني، خلي اجرب هذا الشيء. فجربت هذا الشيء 3 ايام بنفس اليوم. انت تعاطيت بنفس يوم المشكله؟ يوم المشكله، يوم المشكله تعاطيت. طلعت من البيت، طردني والدي، ظلت على هذه الحال مثل ما هو قاعد يسمى. تعاطيت 3 ايام جره واحده. والعائله سلوا عليك ولا لا؟ يتصلون حاولوا يتواصلون بس تم اتخذ قرار قطعي انه ما ترجع؟ ما ارجع، او خليهم شوي يحسون بان ما يطلعوني بعد مره ثانيه او يهتمون بي. من اسباب لجوء الشاب او يعني الأفراد إلى المخدرات هو ضعف الروابط الأسرية داخل الأسرة، افتقاد للحب والاهتمام والرعاية من بقية أفراد الأسرة، عدم وجود هذا الترابط، قد يكون الانفصال، قد يكون الطلاق، أو قد يكون الشجار المستمر، أو تعرض الأبناء إلى العنف من قبل الكبار داخل الأسرة، يلجؤون إلى هكذا طرق للتخلص من واقعهم الأسري. إيناس كريم، رئيسة منظمة عراق خالي من المخدرات، خرجت كلية التربية، أعمل مدرسة حاليا، تخصصت بهذا المجال تقريبا 2 سنين. الكون أنه ماكو أشخاص مختصين بي ومحد يتكلم عليه، تخصصت بي وبدينا بفريق جدا بسيط، بعدين كبر من خلال معالجتنا للمدمنين. هدف هذه المنظمة هو توعية المواطنين من مخاطر المخدرات وأيضاً معالجة المدمنين.
بداية من أين جاءت فكرة معالجة المدمنين على المخدرات ومن أين انطلقت هذه الشرارة؟ انطلقت من مدرسة، الكون أنه أنا مدرسة ويعني عالجنا طلاب سادس إعدادي عالجناهم من المخدرات، الكون كانوا يتعاطون داخل المدرسة. فتكونت عندي فكرة بعد ما عالجناهم أنه لو داخل المدرسة أكو حالات تعاطي، خارج المدرسة شنو ممكن أكو. رجعت سويت بحث على هذا الموضوع وتاريخ المخدرات بالعراق والتعاطي، اكتشفت انه ما حد مهتم بهذا الموضوع، ما حد يتكلم به، ما حد يوعي الشباب من مخاطره. فاخذت على عاتقي انه ممكن اني اتخصص به واخذ هذا المجال واقدر اعالج مثل ما عالجت هذول الطلاب. بقيت فتره طويله انه احاول اجمع معلومات على هذا الموضوع، وبلش الموضوع هنا مجرد موقف بسيط من طلاب عالجناهم وبلش يكبر الموضوع. من اللي درى بالبيت اول واحد؟ والدتي. والدتك شلون عرفت؟ كنت ماخذ الجرعه زايده يعني متعاطي هواي، فغفيت ما اعرف ما ادري بنفسي. كانت هي القزازة مال تعاطي بالقاع انذبت، غفيت ما أعرف. جت هي الصبح جاب نفس كل يوم جابت الريوكس ريق يتخلت نام. فطلعت سمعت بس العياط مال الأهل الواقع الوالدة في المستشفى، صار بها قلبي في نهاية الهابطة. بسببك؟ بسببي. كيف تكتشفون المدمنين وكيف بالإمكان أن تستهدفوهم؟ من خلال صفحات المنظمة باسم عراق خالي من المخدرات على مواقع التواصل، أو عندنا رقم خاص بالمنظمة وفريق كامل يجاوب على الاتصالات والمسجات، فيكتبون المسجات أو يكتبون استفسارات هم أو أهلهم محتاجين معلومات عن كيفية العلاج أو ما يعرفون وين يتعالجون، فهنا دورنا نوصل لهم المعلومة ونساعدهم بكيفية العلاج. آلية التعرف على إيناس كيف كانت؟ يعني أصدقائي اللي وياي بالمستشفى كان هم عندهم الرقم على سوي تواصلون وياها. نعم. فقال لي كان يخابرها ولد من الأصدقاء، قال لي احكي وياه أحمد، تريد تحكي وياه مالك جديد. ضحك قلت له ماكو أحد يجي لو بدون مقابل أو يساعد ويطول خلق. قلت لها قالت أجيكم إذا مثلا، قلت لها شنو اللي راح يصير إذا أجيتي؟ تصوير وهاي؟ قلت لها ما أريد سلامتك، اهتمي بالشيء اللي أحسن. أثناء ما شفت الابنة يعني ما خسرت، يعني بدون ما نقولها تجي تشوف وضعنا، الأشياء نطلبها من برا هي تطبب لنا وتجي بدون أي مقابل. يعني هي كانت داعم معنوي ومادي كلش قوي. بعد الوصول إلى المركز المختص بمعالجة المدمنين من قبل المدمن، ما هي الخطوة التي تلي هذه الخطوة الأولى التي هي يستهدفونكم عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي ويحاولون الوصول إليكم؟ أول شيء ناخذ وياهم أول خطوة أنه إحنا نقنعهم بالعلاج إذا كانوا غير مقتنعين، أنه إحنا نحاول نقنعهم ونحذرهم من مخاطر المخدرات. طيب أنا شلون ما مقتنع بالفكرة و... هذا دورنا، نبقى فترة طويلة وياهم. يعني أشهر تأخذ وقت. نعم. مشكلة أنه أنت لازم تقنع، هذه مشكلة تأخذ وقت جدا طويل من عندك، فنحاول نقنعهم بالعلاج، نخوفهم من المخدرات وتركها، وبعدها نبلش خطوة العلاج. نحاول نوصل له فكرة أنه المخدرات يعني طريق رابع ما إلها، يا أما طريق مصحة أو سجن أو موت، فناخذ قرار العلاج. بعدها نبلش بخطوة العلاج. خطوة العلاج تطول من 3 أشهر إلى 6 أشهر. فترة هالعلاج إحنا نبقى داعمين إلى، نبقى مستمرين وياه. بعد العلاج لا،
هنا دور ثاني إلنا، نحاول نوفر له فرصة عمل بحالة إنه هو كان عاطل عن العمل، نحاول نوفر له بيئة مناسبة يغير الأجواء المحيط اللي كان بي. نعمل بجانبين، جانب الأمني في إلقاء القبض على هؤلاء المجرمين، والجانب التوعوي في إقامة المحاضرات وورش العمل والمؤتمرات بالتعاون طبعا مع دائرة العلاقات والإعلام في وزارة الداخلية، الالتقاء بالطلبة، إقامة محاضرات توعوية عن أسباب تعرض الفرد لمخاطر المخدرات وعن أبرز ما تضمنه قانون المخدرات رقم 50. مجلس القضاء الأعلى في العراق كان قد أعلن أن نسبة إدمان الشباب على المخدرات قد تصل إلى 50%، وأشار إلى أن جرائم المخدرات لم تعد محصورة بالرجال، بل لوحظ تورط النساء أيضاً. ليس فقط الشباب مدمنين على المخدرات، أيضاً الإناث التجأوا إلى هذا الطريق بسبب عدم الاستقرار النفسي، عدم الاستقرار الثقافي، الضيق والتنشئة والتسلط من قبل أولياء الأمور على الأبناء وفرض، وخاصة على الإناث، يعني فرض قوانين أو عادات وتقاليد بالية تجعل من الأبناء أن ينفرون من هذه السلطة الأبوية القاسية، فيلجؤون إلى لجأوا إلى أقرب طريق لهم هو المخدرات. ما هي الفئة المستهدفة عند المدمنين، أو من هم الفئات المستهدفة؟ الفئة الأكبر بالتعاطي هي من عمر 18 سنة إلى 25 سنة، من خلال يعني الإحصائية اللي قدرت أطلع بها خلال سنتين يعني بهذا عملي، أكبر فئة هي تكون من 18 إلى 25 سنة، بس الأكبر هم الشباب. الأكثر من الشباب؟ إيه نعم، البنات أكو ولكن نسبتهم قليلة. قطع حسابة نفسي، أنا جاي أموت بس على البطيء، أخذت عهد من خلص كلها رجع الذكريات، يعني وصلت بيها مرحلة أتعاطى وأبكي. صفوا أنس على يعني وين جنيت، وين أني أهلي سمعتهم منطقة كلها، يعني ما أكو إنسان ما يحبني بالمنطقة اللي أنا بيها احترامي. كان أكو صديق اللي جاني قاعد قال لي أريد أحكي وياك أحمد، قلت له قال أريد أجيك ونحكي وياك، قلت له ماشي. فجاني للبيت مضيفته بالبيت قعدنا، قال أنا ردحت وياك كأخو أنت وتدري بصداقتنا أكثر من 17 سنة ومن الطفولة ربوينا، فقال ردحت وياك بشغلة بس لا تحسبها يعني انتقاص. أه بالضبط، سمعتك حلوة بالمنطقة أهلك، فأنا اللي تريده أنا أقدر أساعدك بشنو اللي تريده، قال أنا وياك من مادية من عايشين حتى لو أبيع شيء من جسمي وأوقف وياك. فشفت كلامه يعني أنا وين شنيت وين صرت، شنت من الأحوال أطلع أبديل ما أستهم أضحك، لأني جرى واحدة شهر ونص بالبيت ما شايف بشر. يفتقر العراق إلى المختصين بأعداد كافية لعلاج المدمنين، وكذلك لا يوجد ما يكفي من مستشفيات مختصة بعلاجهم سوى ردهات محدودة في المستشفيات الخاصة بالعلاج النفسي. علاج المدمنين بحاجة إلى مختبرات ودور رعاية خاصة، فضلاً عن ضرورة معرفة الدوافع النفسية التي تجبر الشباب على الإدمان. ما المطلوب اليوم من الحكومة لعلاج المدمنين أو للحفاظ على أرواح الشباب؟ توفير مصحات بكل محافظات العراق. نسبة الإدمان جداً مرتفعة، المخدرات منتشرة، وإن كانت نسبة المخدرات وتعاطيها 1%، بس المفروض منهم يوفرون مصحات بكل المحافظات. متواجدة هذه المصحات في العراق؟ توجد مستشفى واحدة في بغداد. مستشفى ابن رشود. نعم. وهي ردها من مستشفى للأمراض العقلية مو متخصصة،
وموجودة بالبصرة وبديالة هم أيضا ردهات. هذا على شكل ردهات. ردهات مو مستشفى متخصص. إحنا نحتاج مستشفى متخصص. كل محافظة المفروض توفر الحكومة مستشفى متخصصة بهذا الموضوع حتى تقدر تعالج أكبر عدد ممكن من الشباب. يعني إحنا مستقبلا نفكر المستقبل إنه أكيد نزيدها، يعني شو أكو يعني مشاريع مستقبلية، مثلا في أكو مستشفى 100 سرير كاملة تقريبا تكمل في ديوانية. هسه في البصرة بدأوا حطوا الخطوط الأولية لبناء مركز 400 سرير. في بغداد أكو مشاريع، إدارة مشاريع بناء 100 سرير في بغداد. الأرض موجودة والمخططات يعني من تكمل والجهل راح تنفذ إنه مستقبلا هذا 100 سرير. يعني لحد الآن إن شاء الله يعني إحنا وزارة الصحة تقدر تواجه هذا، يعني اللي هذا راح قلتها المشاريع تكون نموذجية، يعني مو بس علاج وأكيد متكامل. يعني تدري لازم أكو المكان واسع بعلاج رياضة، يعني يمارس الرياضة، علاج الفن، علاج مطالعة كتب. يعني هو ترى 90% يعني تأهيل. الوضع الصحي بالحقيقة إنه بالعراق هو بائس. يعني إحنا شفنا أزمة كورونا شلون هزت مستشفياتنا. ما عدنا يعني عدنا بغداد مستشفى واحد فقط اللي هو مستشفى ابن رشد، ومستشفى ابن رشد ب 22 سرير فقط للمدمنين على المخدرات اللي يدخلوا له شهريا حتى يتعالجون ما يتجاوزون 10 في احسن احوالهم. اتذكر كان مدير المستشفى احد اعضاء الفريق ويانا كان يتكلم لي على 18 شخص في احسن احوالها. فمؤسساتنا الصحيه هي حقيقه ما مؤهله. لابد ان هناك فتح مراكز ايوائيه علاجيه تشرف عليها الدوله وتشرف عليها المؤسسات المختصه بعلاج هذه الحالات. ليش؟ لأن هذا يحتاج لأقل حالة إدمان، يعني ممكن أن نعالجها أنه يحتاج لها من 6 أشهر إلى سنة علاج، ولهذا يحتاج لمكان خاص لعلاجه. فهنا إحنا ما عندنا هاي المراكز، قليلة جدا، لهذا القانون وين يأخذهم؟ يعتبرهم مجرمين أو يحاسبهم ويعني يسجنون لمدة 4 أشهر أو ما أعرف يعني المدة العقوبة، يعتبر مجرم وهو ليس بالمجرم، هو ضحية. هناك شباب مثلي غلطة، ما معصوم، شاب وبوعية ويريد يخلص من أي شيء يجرب. وهاي الأطفال اللي 14 سنة شفتهم، هذا هو شايف كل شيء بالنت، يحب يجرب والناي يموت على البطيء، هو يجر غيره يجر واحد يريد. يعني الدولة تحتضن هذا الشيء، يعني تخليهم تخليه يحس بالأمان من يجيها بإرادته، نزله في الدعلان بأن تخليه اللي خايف يروح الخوف ويجيهم، مو بعنف وقتل وضرب. وهيك عالم ضاعت وتريد تصير يعني أوادم، بس بسبب العنف والتعذيب ما يقدر يسلم نفسه، ما يجي يلقى شيء يحتضنه ويخلصه من هذه السموم. ولا تقام دعوة جزائية على من يتقدم من متعاطي المواد المخدرة والمؤثرات العقلية من تلقاء نفسه للعلاج في إحدى المستشفيات المختصة بعلاج المدمنين. فأي شخص تورط بالتعاطي يقدر يروح يتعالج. يعني طبعا أكو يعني بالقانون 30 يوم يبقى تحت الملاحظة، إذا ما اكتسب الشفاء التام 90 يوم يتمدد إلى 180 يوم من يكتسب الشفاء التام. فلا تقام أي دعوة جزائية. أنا أعتقد أنه عملية تغليظ العقوبة في هذا الاتجاه سيقلل، رغم أنه التجار يعتقدوها أنه هذه فد مادة من المواد الدسمة والأرباح الفاحشة التي يصار لها نتيجة هذا عملهم، فيراد تغليظ العقوبة لتقليلها في هذا الوقت. هل هنالك ضغوط اجتماعية قد واجهتكم أثناء أدائكم لهذا العمل؟
يعني هواية تفاصيل، مثل أنه أنا جهودي ذاتية، أنا ما مدعومة لا من جهات حكومية ولا من جهات غير حكومية. من خلال عملي صار لي سنتين هواية التقيت بأشخاص، حاولت أنه يكون تعاون بيناتنا أو مساعدة أو دعم منهم، لكن للأسف هواية جاهلة. وشغلي مع العلم شغلي هو تربوي صحي أمني، 3 مؤسسات أنا دا أشتغل بهذه المنظمة، باعتبار دا نعالج مدمنين، باعتبار دا أقدم محاضرات توعوية بالجامعات لتوعية الشباب، وأيضا يعني دا أسوي هواية أعمال. بالمقابل ماكو أي دعم إلي بهذا الموضوع. بنفس الوقت مشاكل أمنية، إنه أنا هذا الموضوع خطر جدا، مو سهل، وأنا وحدي ممكن أتعرض لأي مشاكل، أنا ما عندي أي حماية بهذا الموضوع. إيناس من الشخصيات الكلش استثنائية، بهيجي بلد وبهيجي ظروف لما تشتغل بمجال مكافحة المخدرات وعلاج المدمنين، يعني هذا بحد ذاته رجال ما أقدموا عليه، وهو ناس تخاف من عنده، فعاد شلون إذا بنية تدخل بهيجي مجال؟ فأعتبر دعمها فشي كلش مفرح ومشرف إلي، يعني أنا شخصياً. إيناس حقيقة تركت كل طموحها وأحلامها اللي تحققها هي لذاتها، واتجهت لمكافحة المخدرات اللي منتشرة واللي استشرت بالعراق، خصوصاً بالفئات العمرية الشابة. طبعا احنا خسرناها كصديقه وكسبناها كمحاربه وكمكافحه لهذه الافه بالعراق. اللي بنيت كان دورها اكثر من اخت، يعني متمسكه بينا. عطتها سالتها قلت لها كنتوا تعاطين وبطلتوا تريدين سادي؟ قالت لا، بس انا جاي اشوف الواقع وحبيت هذا المجال، فحبيت اساعد اللي مثلك يضيعون واللي يردون يضيعون. انا مستعد اوفر لك عمل، أدوفر لك كل شيء. فمش بداية يعني مثل ما يقول دخلت بقلوبنا كل إحنا اللي كنا بالمصاحف. صارت هي شلون الأخت إنا يعني. نفرح بشوفتها، نفرح بجايتها باتصالها. كم هم أعداد المدمنين الذين تم معالجتهم من خلال المركز الخاص بكم؟ يعني من خلال سنتين بهذا عملي قدرت أعالج 420 شخص، أكيد ويا فريق العمل وبدون أي دعم، ومو اختصاصي هذا شغلي، كان وياهم إقناع ودعم وتأهيل نفسي أكثر من العلاج الطبي. العلاج الطبي هو اختصاص الدكتور، بس إحنا دورنا كان هو إقناع، مساندة نفسية، تأهيل نفسي، دعم بعد العلاج. فقدرنا نعالج 400 تقريباً 20 شخص، وبعدنا مستمرين لحد الآن كشباب وكبنات نقدر نعالج. نصيحتي لكل شاب، لي غرة واحد يقول له مثلاً هاي تعطيك قوة وتعطيك نسانة وانت، لا مستحيل، تعطيك صح كفترة، بعدين تبدي بيك بالهلاك، هلاك إلى هلاك إلى هلاك، حتى ما تعرف شو تتصرف. يعني حرامات، كل شاب يضيع مستقبلك بلحظة ما يستوعب شنو نتيجة هاي بعدين اللي راح يسوي. فأنصحهم يعني نصيحة من شاب اللي فترة قصيرة جربت وشفت الويل فلا يوصلوا له، واللي يحاول يقربهم على هذا الشيء خليه يدلون عنه. ما هي الطموحات المستقبلية لإيناس؟ أتمنى الله ينطيني العمر والصحة حتى أقدر أكمل بهذا شغلي، وأقدر أفتح مركز متخصص بالعراق أقدر أعالج به كل المتعاطين اللي أخذين قرار العلاج. أتمنى يصير عندي مكان أعالج به بالطريقة اللي أنا أشوفها صحيحة ومناسبة للعلاج نفسياً وطبياً. بديت أعيد الذكريات اللي كانت حلوة بحياتي، بديت أحس بنفسي جاي أرجع، بديت أحس بنفسي أطلع أشوف العالم، بديت أوصل لأقربائي، بديت أهتم بأهلي. هذا الشيء كلش حلو يعني. تجارب دول العالم تثبت أن مواجهة المخدرات هي مواجهة شاملة تتضافر بها أدوات القانون والأمن والاقتصاد والتنمية إلى جانب الأسرة، ويبقى الدور الأهم للشباب ووعيهم بمخاطر الإدمان والذي يدمر الذات والمستقبل. وعي الإرادة سلاح الشباب الأبرز لمواجهة المخدرات.
إلى اللقاء.